لو عربيه معديه كده من جنبي اخش جوه. يعني ايه؟ بجسمي. بتخاف بتخشي بالعربيه بتبعدي عنها. الموضوع ما بيبقاش سهل في الاول لانك بتخشي على مكان كله ناس جديده ما تعرفيهاش، ما تعرفيش مين حبك مين مش حبك، مين مستظرفك مين مستغلسك، مين لطيف مين صريح مين خبيث، فبيبقى الموضوع صعب قوي. انا رجعت من تيران للاوتيل متسلبه يعني. اقسم بعزة وجلالة الله يعني قطرينك؟ اه المصحف والزودياك. رائع بقى في الكلام ده ان استاذ يوسف شاهين شايفاه وهو بيبرق لي ورا النضاره. انت المحظوظه. اه والله الحمد لله. ويقول لي يا قفله نفسنا. الموسم الثالث من الأحد إلى الأربعاء في 9 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.